50 عام على ذكرى العزة والكرامة ونصر أكتوبر. طريق الحرب أكتوبر 73 كانت بدايته حرب الاستنزاف. الطريق أدير بحرفية شديدة جدا وبتركيز عالي جدا من الرئيس الراحل محمد أنور السادات عشان يحصل الخداع للعدو ويتم استعادة سيناء من الاحتلال بعد تدمير خط بارليف وكمان العبور لنصر. احنا بكل تأكيد معاك وفي صباح الخير يا مصر. بدأنا بالأمس في القناة الأولى بشكل عام وفي صباح الخير يا مصر على وجه الخصوص بدأنا تغطيتنا للذكرى 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة. كل يوم هيكون عندنا قصة، كل يوم هيكون عندنا حكاية، كل يوم هنتكلم في تفاصيل مختلفة. بكل تأكيد من بعد 67 الوضع الاقتصادي في البلد والوضع بشكل عام في البلد لم يكن في أحسن حال، وبعد كده دخلنا في الاستنزاف، ومن بعد الاستنزاف دخلنا وحددنا أن احنا لازم نرجع أرضنا. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن الطرق أو الطريق إلى أكتوبر، كيفية التخطيط لهذه الحرب والنصر واسترداد سيناء. كل ده هنعرفه في فقرتنا دلوقتي مع اللواء محمد الغباري مستشار أكاديمية ناصر العسكرية. ست اللواء صباح الخير على حضرتك. صباح الخير عليك وعلى شعب مصر. أهلا بيك يا فندم وكل سنة حضرتك طيب. بالصحة والسلامة. الموضوع ما كانش سهل، يعني من بعد 67 والوضع في البلد كان صعب جدا على كافة الأصعدة وكافة النواحي. إزاي استعدينا للحرب؟ شوف، هو طبعا ما دمنا كلمة حرب يبقى فيه صعوبة على طول، يعني لأن هيبقى فيها موت وهيبقى فيها تضحية وفيها تحمل مشاق وكلام زي كده. احنا بعد ما هزمنا في 67 كان رأي الرئيس الله يرحمه عبد الناصر ان جولة من جولات الحرب وليس نهاية، لأن اليهود كانوا بيعتبروها دي النهاية ولا بد أن مصر تستسلم. وهنا في فرق بين الاستسلام وبين الهزيمة مؤقتة أو هزيمة في معركة وهتخلص. الاستسلام أنت بتخلص كل حاجة، بتخلص زي مثلا ألمانيا، زي اليابان، لا من استسلامهم لغاية النهاردة بيعانوا منه في الحرب العالمية الثانية، لغاية النهاردة بيعانوا منه. طيب هنا رفع شعار ما أخذ بالقوة لا يسرد إلا بالقوة. هذا أول منهج في فكرة استراتيجية هتتبنى على هذا المبدأ. يبقى إذن هنا بداية التخطيط لحرب أكتوبر من إعلان ما أخذ بالقوة لا يسرد إلا بالقوة، عشان ما نخسرش أو ننسى فضل الناس إزاي التخطيط ده جه. ودايما التخطيط الاستراتيجي بياخد مدة طويلة، ما بياخدش مدة قصيرة، يعني بيبقى ياخد من 5-6 سنين حسب قدراتك اللي أنت هتحدد عليه. يعني مثلا ما اجي اعمل تخطيط مثلا 20-30 قد 15 سنه اتحدد عليه على امكانيات هشتغل عليها اوصل ب 20-30. انت نفس الموضوع، انت دلوقتي ما اخذ بالقوه لنصد بالقوه، عندي انا ايه من قوتي اللي هقدر احطط بيها لغايه ما اخد استرد الارض المره الثانيه. يبقى هنمي وهعمل الكلام. يبقى هنا هدخل في شغل جيش وشعب. طيب احنا بنقول الجيش والشعب في مصر حته واحده، وبقول انا حتى بقول لما يسالوني مين بطل في حرب اكتوبر اقول الشعب، ما بقولش الجيش او افراد، بقول الشعب، لان لولا صمود الشعب في حرب اكتوبر ما كانت النتيجه اللي احنا وصلنا، لان هو اللي وفر من الاقتصاد الضعيف ما يبني به قوته المسلحه اللي احنا نقدر نستخدم بها جيش وحالها كده. طيب هنا بدا التخطيط نمرة واحد، ان انا اوعي الناس بالهزيمة انها مرحلة وحتفوت، لان كان العمليات النفسية كانت علينا ضخمة جدا لدرجة انها كانت بتفصل بين الشعب والجيش، كان بيتريقوا على الجيش بنكت وبتاعه كلام زي كده، وانت ازاي تخلص الموضوع ده. دي جزء حصل ونجحت فيه القيادة انها تعيد التوليف بين الجيش وبين الشعب مرة تانية ويبقى في ظهري. وده جه اساسه كان الاعلام، لأن الإعلام كان قبل 67 حاجة وبعد 67 حاجة تاني، لكن ده كنت بتنشر أخبار الجبهة مباشرة، مش ما فيش وسيط، ما بالحقائق اللي موجودة. حصل اشتباك، الناس استشهدت بتقول بالأسماء في نفسها، أنت عملت خسائر بتجيبها بالصور وهم بيقولوا عليها إيه للناس مباشرة، فرجعت ثقة الشعب في اعمال جيشه وفي اعلامه اللي هو بيستخدم هذا الموضوع. ودي كانت خطوه عظيمه جدا اشتغلنا عليها وكانت لها النتيجه. الجزء الثاني موضوع التوعيه الدينيه لايقاظ مره ثانيه الارض عرض، وده حاجه لازم تستخدم. ومن ثاني بدانا نشتغل في هذا الموضوع. طيب
بدأت بقى للقوات المسلحة. هنا القوات المسلحة كان موقفها صعب. ناس مهزومة وراجع متفشكلة، مفيش تشكيلات بتاعتها، فانت عايز تعيد التنظيم مرة تانية. يعني ايه اعيد التنظيم؟ يعني اعمل وحدات هتقاتل، هتكون مجمعة من بعضها، اعمل تشكيلات جديدة تجابه تشكيلات العدو. تشكيل يعني ايه؟ يعني من فرقة وانت طالع، فرقة جيش كلام زي كده. تعيد الجبهة كانت كلها بدأة اسمها المنطقة الشرقية من بورسعيد لغاية البحر الأحمر. لا ده نعمل الجيش الثاني والجيش الثالث وقطاع البحر الأحمر، يبقى ثلاث قيادات مباشرة بتشوف الجبهة بعينها عشان تاخد القرار سهل. يبقى هنا عاد تشكيل اهو. طيب أنا كنت دخلت الحرب بقرار فردي أخده عبد الناصر. لا ده أنا هنشئ مجلس الدفاع الوطني سنة 68 اللي هيقرر أدخل أو ما أدخلش. ده هيبقى القرار جماعي. تمام. وهيبقى على دراسة. ويبقى هذا المجلس من مهمته اتخاذ قرار الحرب، وهو واضع السياسة العسكرية لمصر في خلال فترات، وكل سنة تتغير أو حسب المتغيرات يضيف أو ينقص. يبقى هنا غيرت في شكل التنظيم، غيرت في شكل الفكر اللي هيطلع منه الأجهزة أو المؤسسات اللي هتطلع منها القرار، غيرت وعملت تنظيم القوات المسلحة يجابه تنظيم العدو. كان عنده مثلا مجموعة عمليات فيها لهم مدرع ولهم مشاة ميكانيكي أو العكس. طب أنا الفرقة عندي تبقى فيها إيه؟ كانت يا مشاة صرف يا مدرعات صرف، لا أعمل المزج. كان عندي اللواء، واللواء عنده هناك اللواء معاه كتيب الدبابات. طب أنا ما كانش عنده، كانت بتلحق عليه أيام العمل، لا ده أنا أخلي اللواء من صلبه تنظيمه كتيب الدبابات وكتيبة مدفعية ودفع جوي. يبقى اللواء وحدة تستطيع أن تقاتل بمفردها. يبقى أنت غيرت شكل التنظيم، وبالتالي بدأت تشتغل على هذا الأساس. تمام. وبدأت بقى هنا مرحلة اسمها مرحلة إيه؟ تجهيز المسرح. أنت النهاردة لما بتيجي تعمل مثلا برنامج زي ده بتجهز الاستوديو، ده احنا بنسميه تجهيز مسرح العملية. طب النهاردة مسرح العمليات ده بقى غرب القناة وما كانش متجهز قبل كده، لأن ده اسمه النطاق الرابع في الجيوش ما بتنجهز. يبقى أنت عايز تعمل مواقع دفاعية عشان القوات اللي هتبقى موجودة على القناة دافع، حتى عايز تعمل دشم خاصة بالمدفعية وبالدفاع الجوي بالقوات الجوية، والكلام ده كله كانش موجود. عايز تعمل طرق للناس تروح للوحدات بتاعتها، كانش موجودة. فانت لازم تعمل شبكة طرق. عايز تعمل الكباري اللي هتعدي عليها القوات دي تشيل المعدات التقيلة اللي هتعدي، لان كانش الحاجات دي موجودة في غرب القناة. انت بتعدي على طريقين هم اساسيين كنت بتروح بهم سين، يا طريق السويس يا طريق اسماعيلية. طب انت دلوقتي في طرق جانبيه كتيره، جنيفا وطريق اسماعيليه الصحراوي وطريق مش عارف الانطره، كل دي طرق جديده انت هتعملها، اسمها تجهيز مسرح العمليه. فبدات تشتغل في الكلام ده. طيب هل الدوله كان عندها من المعدات لتعمل الكلام ده كله؟ لا ما كانش موجود. طب مين اللي هيقوم بالكلام ده كله؟ القوات المسلحه. انا اللي بدافع على بحفر لدبابتي، انا المشاة اللي بعمل خندق بتاعي انا. وانا اللي بمسك الخدمه، وانا اللي بشتبك، وانا اللي بعمل الكلام ده كله في قلب الموقفه. جهد جهد، تضحيه كبيره جدا، نشتغل الشغل جامد. يبقى اذا هنا دخلت في عدد التنظيم، دخلت في اعداد المسرح. لما عملت الكلام ده كله بدات بقى ادخل للتدريب اللي هيوديني لعبور القناه. ده كان سنه كام بقى؟ ده خدها كلها على بعضها. اصل اللي كان بيخلص يخش في التدريب، اللي ما خلصش لازم يخلص الموقع بتاعه الاول. صحيح. وانت النهارده في عدو قدامك الناحيه الثانيه بيهددك اللي ممكن يجي غرب القناه، تتحدث عنه ازاي؟ لازم دافع الاول. يبقى اول خطوات الاعداد ان انا ادافع عن الموقع اللي انا موجود فيه. طيب سياده اللواء، خلينا نقول طب. ان بعد اعاده التدريب هكمل لك بس الحته دي. اتفضل عشان تكمل مع بعضها. تمام. يعني مثلا النهارده ده اعمل الكلام ده وانا ميت ولا صاحي؟ لازم اكون صاحي. صحيح. يبقى لازم اعمل اعمال ايجابيه تقول للعدو ان انا رغم اللي بعمله ده انا انت في دماغه جاي لك. فرحت عامل معاه ثلاث خطات هم دول اللي صحوا الجبهه كلها. هو ده اللي انا كنت عايز اتكلم مع حضرتك في اعاده ترتيب البيت من الداخل اللي حصلت. هتاخدي. طب ما انا عايزه اسال علشان اخد التفاصيل من حضرتك. اعاده الترتيب اللي حضرتك اتكلمت عليها من اول وزاره الارشاد القومي، اعاده تقديم الموضوع تاني من اول وجديد للناس، لكن الجيش نفسه زي ما حضرتك بتقول علشان يبقى عنده القوه
وعنده القدرة ان هو يتعامل، كان محتاج انه يكتسب ثقة في نفسه، والعالم يبقى عارف ان احنا الحرب اللي فرضت علينا احنا ما استسلمناش بعدها. عشان العمليات اللي اتعملت، عشان كده عملنا بقى الموضوع ده. نمرة واحد، الجانب الاخر كان بيدعم الجبهة بتاعته، فبعت ارتال مدفعية وامداد وتموين وزخائر وبتاع وكلام زي كده، وماشي بحريته على انه صاحب الدنيا. رحت انت قايمة بالقوات الجوية اللي هم ادعوا انها ضاعت، ورحت قايم بضربة جوية في نص يوليا على الارتال دي في سيناء، فعملت له هزة ضخمة جدا. ايه القوات الجوية اللي صحيت تاني دي؟ ده احنا نفتغلها راحت. وانت قواتك بقى هنا، الله ده انا عندي طيران عدى من فوقي راح ضرب الكلام ده ورجع. فشو انت بقى المعنويات اللي تدفع في الجبهة. كان مدينة بورفؤاد، منتعب بورسعيد نصين، بورسعيد في الغرب وبورفؤاد في الشرق. مدينة بورفؤاد دي ما سقطتش في ايد وفضلت لغايه حرب 93 ما كانت موجوده ما سقطتش. فهم بداوا يفكروا يطلعوا يغزوا بورفؤاد، فبداوا يطلعوا لها قوات من الانطره تروح لناحيه بورفؤاد. فاللي هيروح من الانطره لبورفؤاد ده في الشرق بيمشي على مدى موازي لقناه السويس، او طريق اسفلت قديم موازي لقناه السويس، يمينه سبخات وشماله قناه السويس. فالحته محكومه. من هنا قامت مجموعات صاعقه بافراد بسيطه عند راس العيش ودمرت له 8 دبابات هنا. في معركه راس العيش افراد ضد دبابات. هنا المخاطر المصري بقى ايه؟ اللي هو كانوا بيصدروا لنا في العمليات النفسيه ان العسكري الاسرائيلي او السيد او البنت الاسرائيليه قادره على هزيمه اي تجمع للقوات المسلحه المصريه. ركبوها طياره، ركبوها دبابه، وكل حاجه طبعا حاجات ما حصلتش، لكن هم كانوا الاعلام بتاعهم كده. فانت رديت عليه بان انا عندي المقاتل المصري اهو اللي بسلاح بسيط قدر يوقف 8 دبابات رايحين يغزوا مدينه، يعني مجهزين لهم طياره وكل حاجه. فضربتهم ضربتين حسابيا لا يجوز، لا يجوز، لكن حصل. روح المعنويه بقى، الناس شكلها ايه؟ نوع المعنويه للمقاتلين نفسهم شكلها ايه؟ يا الله ده انا ما هزمتش لان ما حاربتش، انا في 67 ما حاربتش، انا فوجئت ان انا مهزوم. ودي لها اسباب كتير جدا، منها دخول الحرب الالكترونيه، اول مره تخش الحرب الالكترونيه في منطقه عن طريق سفينه اسمها ليبرتي امريكيه، جت قدام العريش وعمت الرادارات وعمت اللاسلكي كله بالكامل. ده اللي حسب الاسباب المباشره للهزيمه يعني. طيب بعد كده في اكتوبر استعراضهم هم بالمدمره ايلات اللي جت على عند شاطئ بورسعيد، وبتفرج طلبه الكليات العسكريه والكلام ده على وجودهم فين في المياه الاقليميه المصريه شكلها ايه. طلعت انت لانشات صواريخ، واول مره تستخدم الصواريخ البحريه، وضربت المدمره ايلات ودمرتها في شهر 10 15 تقريبا. زين ثلاث عمليات خلت الجانب الاخر، احنا دمرنا ايلات المدمره ودمرنا ايلات الثانيه، الميناء يعني إيلات. بس دي كانت جوه في حرب الاستنزاف، لكن دي في شهر 10 67. يعني قصدي عمليات متتاليه. فكانت النتيجه انت من هنا رفعت روح المعنويه عالي جدا، عظيم جدا، وفي نفس الوقت بتخفض روح المعنويه الثانيه، او تقول لا ده هناك ناس صاحيه. فبدا يضرب الاهداف المدنيه، وما دام انت بدات تضرب الاهداف المدنيه ده ترجمه ان انت فاشل وما انتش عارف تعمل حاجه ضد القوات المسلحه، فانت بدات تضرب عارف تواجه كمان. فحرق الزيتيه في السويس وعمل مشاكل كتيره، نقلوها بعدها اتنقلت في مصرود والكلام ده، المعامل والكلام ده. لكن المهم ايه يعني انت عالجت، لكن انا بتكلم على هو ضرب ايه، وبدا يضرب المباني المدنيه. عشان كده حصل بعد كده التهجير من مدن القناه بعد المعارك دي على طول. انت بقى دخلت بقى بعد كده في انك انت بدات في التدريب وحرب الاستنزاف. فكره مين حرب الاستنزاف وازاي ساعدت ومهدت الطريق لحرب دي؟ القياده العامه. القياده العامه بتفكر ازاي انا اعمل استنزاف وارفع قدراتي. ما الاستنزاف ده بتعمل ايه؟ بتنقل لك خبره قتال. يعني انت النهارده في الظروف اللي عايشين فيها دلوقتي انت بتسمع عن تدريب مشترك كتير. ما التدريب المشترك ده عوضا عن الحرب. فانت النهارده الحرب موجوده، اما انا اشتغل وبدات تعمل هنا حرب الاستنزاف بتبقى هدفك كذا حاجه. نمره واحد
انك انت بتعيد تطعيم المعركه بالنسبه للجنود المصريين او المقاتلين المصريين، وبتمنع الجانب الاخر من انشاء التحصينات بتاعته، لان كان خط الرديف لسه في بدايه التكوين. فانت بتمنعه، فتضربه بمدفعيه، تضربه بالدبابات، الحرب النفسيه اللي كانت بيننا وبين الجانب الاخر بالفعل بنستنزفه، استنزاف بالفعل، استنزاف. حاجه تانية مثلا، هو بيجي بطيرانه وبمدفعياته وهو بيبقى عنده الرد الحاسم باعتباره، يعني يجي يضرب الموقع ده اللي طلع منه شطات، يضربه بكميه مدفعيه وطيران رهيبه جدا، وبعدين يجي يشوف الخسائر اللي طالعه ايه. ما هو ارض في قناه السويس الشرق اعلى من الغرب، فانت بتبقى شايف اللي في الغرب كله، فيجي يدور يلاقينا احنا طالعين من الارض. تعرف زي ما يكون زرع طالع من الارض كده، دي حاجه اسمها الحفره البرمليه، اول حاجه عملناها. انت هتدافع عن نفسك، مفيش ملجا ولا فيش تحصينات، فبتعمل حفره برمليه طولها عمقها متر ونص، يا دوب ينزل فيها بس انت وهي قطرها متر. بتنزل فيها وتقعد. الفكره فيها ان اي قنبله بتنزل بالانفجار بتاعها بقى زي سبعة كده، والموجة الانفجارية تبقى موصل لسطح الارض، فانت بتبقى جوه، يبقى كل ده هيعدي عليك ومش هتصاب. فكره بسيطه جدا وكانت عظيمه جدا. صحيح. فهو بعد الضرب ده كله بيلاقي الناس دي طالعه من الحفر دي سليم، بتعمل له احباط وانت بتضحك عليه. معنى اهو، ما هي دي الحرب النفسيه بقى، افكار ببلاش كمان. ودي حرب نفسيه. هو بيقعد يشتمك، لان جايب لك اليهود العرب بيقعد يشتموه، فانت بترد عليه بالحاجات اللي انت بتشوفها دي. بدانا بقى في ايه بعد كده، بنعد الناس في التدريب، لازم تتعلم التاديف، لان دي مهمه جديده، انت هتعبر مانع مائي او مش هتعبر مائي، هتقتحم مانع مائي. اصل العبور ده لو انا الترعه قدامي وهعدي الناحيه الثانيه، لكن انا هقتحم يبقى في هناك حد هيضربني وانا بعدي، في ظرف. يبقى ده اسمه اقتحام. فبالتالي انت هتقتحم مانع مائي، يبقى لازم الناس تتعلم التاديف، تتعلم السباحه على الاقل 50% يعني. فبالتالي ده مهام اضيفت للتدريب. طيب انا عايز اشجع الناس على الموضوع ده، ففي ناس عندي بالطواعم داخل الوحده، مش خارج، داخل الوحده بسلوه، هنقول احنا عايزين نشكل سريه مقاتلين للعدو الشرق. مين يجي؟ انا فندم، انا فندم، بكون المجموعات دي، يبدا تتسلل بالليل، تروح ليها مهام بقى، تروح الناحيه الثانيه. هو هناك بقى ايه، بيعمل نقط قويه، بيقول مثلا نقطه قويه سريه موجهه 600 متر، هو عامل فيها ثلاث نقط حصينه، بيتجمعهم كلهم في نقطه واحده بالليل ويقفلوا على نفسهم بالخوف. فاحنا بنبقى راصدين دخل النقطه فين، فلان فلاني، طب مين العسكري اللي كان بيشتمني فلان فلان في الحته الفلانيه في النقطه فاضيه من المره دي، يبقى فلان هينزل يجيب حاجه من حاجاته اللي في النقطه دي، او يجيبه. لا هو هيكون راح في النقطه، لسه ابتدى يعدي، هو لا هيكون راح في النقطه اللي بيقعدوا فيها. يروح يجيب حاجته من هناك ونيجي على اهله على السلك تاني يوم، هو بيشتم، انا بقول له بقى دي المره الجايه هجيبك انت مكانها، انا اهو انا جوه، وانا هجيبك مكانها المره الجايه. فمن هنا الحاجات دي كانت بترفع روح المعنويه بطريقه يعني ما تقدرش تقدرها، ما لهاش حساب يعني. الى ان انت بدات بقى تدرب الناس. واحنا في التخطيط الاستراتيجي للتدريب اخذنا في حاجه اسمها مبادئ التدريب، عندنا 12 مبدا تقريبا، فبناخد منهم مبدئين اهم حاجه فيهم، لان انا محتاج بسرعه. مبدا التدريب على كل ما هو مشابه لمسرح العمليات، التدريب على كل ما هو ضروري للحرب، مبدئين اهمين. ايه هو مشابه لمسرح العمليات؟ ان انا بدات اخد بانوراما من الموقع عن النقطه القويه دي بشكلها، بسلكها، بالموانع الالغام بتاعتها، هي دي اللي انا هتعامل معاها، اللي انا رصده، وانقلها على وابنيها على النيل، في 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 المساحات اللي فيها النيل واسع على قد القناه، لان القناه من 100 ل 200 متر، فانت بتنقي الاماكن اللي تشابه نفس الموضوع، عشان لما انزل في الميه واتقدف واروح بعمل حسابي في الازمنه يعني. ويبقى الجندي اللي هيحارب هنا هو اللي بيطلع على النقطه دي، يبقى انا بدربه على ما هو كله مشابه لمسرح العمليه. طيب ما هو لازم للعمليات؟ تسليح بقى، التسليح والكلام ده، لا، وطريقه العبور، التخطيط، يعني عشان الاقتحام نفسه.
فانت نملة واحد دربته على التأديف والعوم، اتنين بقى هيطلع الساتر والتراب ده ازاي؟ دي مشكلة. طيب هي هتبقى مهمة تقيلة على الموجة الاولى، لان هو اللي هيبقى معاه السلالم صحيح. اللي هتتعمل اللي جاي بعد كده هو اللي هيطلع في الرمل ده، فمحسوب زمن الطلوع بتاعه لانه هياخد زمن اكتر. لان الرمل سايب والرجليك بتغرس فيه، فانت كل ما تشيل رجل حط الرجل التانية اكنك مشيت 10 سم من شيت خطوه. فبالتالي دي كانت مشكله يعني، يبقى انت بتدربه على كده. طيب الحاجه التانيه هو لما هيعبر وهنقتحم هنقعد نقاط اليومين، انا مش ضامن التموين، فيبقى لازم اديله تموينه معاه. طيب هيشيله ازاي؟ يعني هو الانسان له قدره على الشيل، فانت هتديله الكلام ده. فانت لو رجعت الافلام القديمه هتلاقي ان في الجندي لابس جاكيت لونه بني، وده مش لبس الجيش المصري، كان لونه بني. الجاكيت ده اتعمل مخصوص عشان يشيل التموين، عشان يشيل التموين جواه في جيوب متقسمه بالتوازن على الجسم، بحيث انك ما تلبسه ما تشيلش، ما انتش شايل تشيلك تاني، لا تتعوج يمين ولا شمال ولا كلام زي كده، لغايه ما تعدي الناحيه الثانيه بتشيل الموضوع ده يعني. فده كل ما هو دور الحرب، يبقى عملت السلالم، عملت اللبس بتاعه اللي هيعدي بيه، السلاح المناسب عملته له، بدات اعمل حسابي ان انا في الموجه الاولى هيعبر معايا مهندسين عشان يجهزوا المطالع بتاعه البرمائيات والكلام ده. يبقى انا في التخطيط بادئ مع الموجه الاولى، عشان ده بعد مثلا ربع ساعه او تلت ساعه تبدا الابحار بالمعدات البرمائيه. يبقى اذا النهارده لابد ان انا اكون الشاطئ الثاني جاهز، فلازم يكون يبقى الاجراءات دي كلها اتعملت، كل حاجه معمول حسابها، اتعملت حسابها. وبالتالي لما انت جيت تدخل الحرب قدرت تنفذها زي ما الكتاب زي ما بيقولوا زي ما الكتاب بيقول بالظبط يعني. طيب اعتقد انه التسليح، حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، انه صاحب هذا الانتصار هو الشعب المصري. ليه؟ لان هو اللي اقتطع من قوته عشان يقدر يبني قواته المسلحه. ازاي تمت عمليه التسليح والتجهيز؟ واحنا عارفين انه كان في فرق كبير جدا في الامكانيات وفي المعدات اللي استخدمت من جانبنا ومن جانب العدو. شوف هقول لك حاجه، مثلا انت بالنسبه لك عارف ان انت في حاجه اسمه توازن القوى في منطقه الشرق الاوسط، بيعملها الدول الكبرى مش احنا بنعملها. فانت يقول لك ايه البلد دي، لو رجعنا بقى لكلمه قوى الدول الشامله، هتلاقي اول حاجه في قوى الدول الشامله اسمها حاجه اسمها الكتله الحيويه. الكتله الحيويه دي عباره عن ايه؟ الارض والسكان. ولكن الارض والسكان كبيره يبقى الكتله الحيويه بتاعت البلد دي كبيره. لو اتسلحت بسلاح جامد تبقى مغازيه، يبقى لها اطماع. فاحنا لازم، ده تفكير اللي بيعملوا توازنات بمزاجهم يعني، يبقى لازم تاخد سلاح دفاعي، والقوه اللي هي قليله في العدد والمساحه تاخد سلاح هجوم. يبقى كده طبقنا على مصر واسرائيل، هتلاقي مصر الكتله الحيويه بتاعتها كبيره 70 مليون ومساحه مليون متر كيلو متر مربع، يبقى الكتله الحيويه بتاعتها كبيره، يبقى تاخد دفاعي. فهتبص لي دايما انت في فرق بين السلاح اللي عندك عن السلاح اللي عنده. مثال لو انت مثلا في الدبابه، هتلاقي الدبابه بتاعتك بتضرب مدى 1800 متر، الدبابه بتاعته بتضرب 2800، ده في كيلو زياده. الكيلو ده لو انت بتهاجمني انا في خلال الكيلو ده قبل ما توصل لي هكون مدمر 10 دبابات، لان احنا في المدرعات هزود خسائرك كمان. المدرعات عندنا الطلقه الاولى هي الهدف، لو فاتت هتضرب انت. طب انا بضرب الطلقه الاولى وانا بعيد عنك، مداك مش مطيلك، يبقى انا باخد براحتي واضرب. انا في خلال الكيلو ده اضرب 10 طلقات كاملين يعني. طيب يبقى ده سلاح دفاعي وده سلاح هجومي، بس هما الاثنين واحد. طيب انا هغير الموضوع ده ازاي؟ في التدريب بدرب نفسي على استخدام الارض بحيث ما ابقاش معرض، بجيب دبات الناحيه الثانيه من عندي في الجانب الاخر، بتبقى رصده الدبات اللي بتهاجم، ونحط لها عبوات دخان، مجرد هو ما يضرب عليا واتصب يبقى انا كشفت، يبقى هعمل محاوله مره ثانيه ان انا اشتغل وما اتكشفش، استخدم الارض، معناه استخدم السنايات والفواصل بين التباب بحيث ان انا اقطع الكيلو الفرق ده عشان اوصل لك وابقى بيني وبينك وجها لوجه. يبقى ده تدريب. صح. نفس الموضوع بالنسبه للاسلحه الاخرى. كان عندي مثلا الطيران بيقعد تلت ساعه.
طيب والطيران الثاني وقت ساعة ونص، يبقى انا عايز الطيارة دي يقاتلها من 3-4 طيارة. طب انا هعمل ايه بقى؟ هنا استخدام بقى المقاتل المصري وفكره يستخدم القواعد الجوية، تطلع منين الطيارة تقابل مين وتكمل مع مين. يعني خطة برضه. انا مطلع لك مثلا انا من المنصورة مثلا، والمعركة فوق امتدت فوق الجبهة وراحت ناحية السويس، يبقى اللي حيث ينجد بتاع المنصورة حد من القطامية، حد من بني سويف، يبقى أنا المسافة قريبة، يبقى أنا ما خلتوش يعمل فاصل، يبقى الضغط موجود على العدو باستمرار. يعني لها فكرة. هما بتوع قوات الجوية طبعا 10-10 في الموضوع نفذوه. وكمان التنسيق مع الدفاع الجوي، إزاي إمتى لما أسحب طياراتي قبل ما تقع وانت هتكمل بالدفاع الجوي تصده ازاي؟ دي فكر برضو كان راقي جدا في التعاون بين القوات الجويه والدفاع الجوي، لغايه اما انت حتى انشات حائط الثوره كملته بالتعاون بين القوات الجويه وبين الدفاع الجوي عشان تقدر تكمل حائط الصواريخ. فدي كل دي افكار ودروس مستفاده وتخطيط رهيب. عشان كده لما نيجي نقول ايه؟ الاكاديميات العسكريه بره. الاكاديميات العسكريه بره لما بتيجي تتكلم علينا بتقول معجزة أكتوبر. وكلمة معجزة يعني حاجة ما بتتكررش، لأن حصل فيها تعاون وعمل جماعي بين أسلحة القوات المسلحة وأفرعها، غير يعني أنا أعتقد غير أنك أنت تقدر حد يعمله تاني في الظروف اللي كانت موجودة بالإمكانيات الموجودة دي. عظيم. احنا بنشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. حضرتك شرفتنا ونورتنا، ومره تانية كل سنه حضرتك طيب. طب صح والسلام. سياده اللواء محمد الغباري مستشار اكاديميه ناصر العسكريه، شكرا جزيلا يا فندم. العفو.